لهذا تعجبون من بعض من يعظم تفسير ظلال القرآن لأنه لا فهم في الحديث ولا أيضا عناية بالعقيدة الصحيحة ولا بالفقه، غايات ما فيه أدبي، وينزلونه منزل التفسير المكثير ربما أكثر. هذا ليس بإنصاف، هذا غلط، فيه تأويلات، كتاب تفسير في ظلال القرآن، تأويلات للصفات وعلى طريقة الحلولية، وقد انتقد، وهو ليس بعالم يعتمد عليه، أديب أيضا صاحب انحرافات اعتقادية، يعني من حيث ما ذكر من زلله في مسألة الحلول أو قوله مسألة الحلول.